طبتش، تحس ان هي ما طبتش، تفضل الصوره في عينك مده اكتر من 10 سنه. يعني انت بتيجي تقلل نتائج الصوره ما زالت مطبعه في عينك. ولذلك كل الحاجات الفيديو معتمده على افتاح العين والشفايف. ان انت هي نقطه واحده للنواره بس تمشي بسرعه جدا، لا يتهيأ لك انها نواره مش صحيحه. وبالتالي شرطه في الفيزياء الماكس بلاك برنسبل بتاع ان انت مفيش حاجه اسمها كونتينوس سترين، ده هي باكسز. بس الباكسز دي عشان سريعه جدا انت بتشوفها كونتينوس. الخداع يا شباب بتستخدمه الاجهزه مش في العين بس، وفي الودن. في الودن بيستخدم في ايه؟ في الموبايل. الموبايل اصلا انت ما بيجيلكش الصوت بتاع اللي بيكلمك كونتينوس. لا ده متقطع كل 20 مللي ثانية بس ودني ما بيجيبوش. بس الودن بتاعك ما بيجيبوش. فالاجهزه معتمده على قصور الحواس البشريه اصلا. قصور الحواس البشريه. ان احنا ما بنجيبش الحقيقه. اقول لكم حاجه. في ماده في العلم بيقول لك ليس كل ما تراه حقيقه او موجود، والدليل على كده بسيط قوي. حاجه زي ظاهره الصراف. انت بتتهيأ ان في ميه في حته ما فيش ميه. وانت ماشي راكب عليك عربيه بتتهيأ ان في ميه. ما فيش. طب لون البحر، لون البحر ازرق، الميه لونها ازرق، بتشوفه ازرق. ليه؟ لان اصبح هو تم امتصاص كل شيء ما عدا اللون الازرق، ولا امتص. فانت لا تقول له لون الازرق معاك. فانت اللي بتشوفه مش حقيقه. ما راه ليس حقيقه. بلاش، انا شايف ان الترابيزه دي جسم صار بالمصحف. ده جسم مصحف؟ لا. ده كل الاتومز اللي فيه كلها اساسا فراغ. بس في الاتراكشن اللي بينهم خاص جدا، تلاقي زي الكتاب ممكن ان هو مش صمت ولا حاجه، هو اصلا اتوس واساسها فراغ يعني. فاللي انت بتشوفه اللي هو بيتهيأ لك انه حقيقه مبني على قشور الحواس بتاعتك. يعني اللي بيتهيأ لك انه حقيقه عشان حواسنا مش جايه. طيب لو واحد مفترض ان واحد عينه دقيقه جدا، لو اي واحد فينا بص لايده بالميكروسكوب ما يقدرش يشوفها. هيشوف فيها ملايين الميكروبات. صح ولا لا؟ لو بصيت بالميكروسكوب هتلاقي كده. بس بنعم ربنا ان احنا ما بنشوفهاش. ففي ماده تدعي ليس كل ما تراه حقيقي يعني، وليس كل ما تراه غير موجود. يعني انت ما بتشوفش الاشعه من فوق اللامسيه ولا حاجه. انها موجوده. انها موجوده، فاذا انت بتشوف اقرب الحواس بس. فالكلام ده بيشتهر بيشتغل بقى في كذا مجال. ان بيخلع المسافه عشان نوري له حاجه مش هيك. نوري له حاجه مش هيك. مش كده؟ يعني فمش كل اللي ما بنشوفوش مش موجود، ومش كل اللي بنشوفه حقيقي. نقطه ثانيه. طبعا الكلام ده كان قد يكون غريب بالنسبه لبعض الناس. دي حقيقه. فالاجهزه بتعتمد على ان حواسنا قاصره، بس الحواس القاصره دي برحمه ربنا. لان زي ما قلت انت بصيت على البيت تلاقي ملايين النمرات، لا تعتاج ولا تشرب ولا اي حاجه. تبص على السرير اللي زي الفل قدامك، ملاية مفرودة ونضيفة ومخبة زي الفل. حقيقة لو بصيت بالبروشورة في حاجة تانية خالص. حقيقة. الحقيقة كده. إن في ميكروفات كتير جدا عايشة معاك. بس أنت مش شايفها، أنت مرتاح. الواحد بيبقى في حاجة لو بيغمض عينيه عنها ساعات بيبقى مرتاح. طيب. المايك 10 سنين، 10 سنين، يعني مين ده 10 سنين؟ والمايك 10 سنين، فدي فرق.
Cartão ou convite a chuveira? Aqui. Na? Que nessa que tem na vida? Hã? Busco. Aprender como é que é. A fazer. O que tem a chuveira? Dopo, mi sa mi, dopo di te, no. E di nostri anni, non si può. E per me non è detto la mia, 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 non è detto la mia. E dopo, la cosa che tu sono dopo la mano, e la sera, non sono a posto, قول انت زيرو ميسيسيبي. ده اللي طالع يعني.
في السي ده عامل نقطه دي. ده ليه افريج؟ الافريج بتاعته كام؟ نص ال في السي. لا نص ال في السي ده لا في السي كوبون بتاعته. يعني السي على مين؟ معلش ايه النقطه اللي في السي؟ دي مش كوبون بتاعته عشان الناس كلها مش هتفهم اصلا. فاكر في اوت بيكون عامل كام؟ بيكون زيرو في السي. لو شلت النص في السي المكسر ده احنا شيل نصها اللي هو بلوكينج زي ما حكينا في الكواليفايرز ده بيعمل دي سي بلوكينج. فيبقى اللي خارج بعد المكسر يبقى شكله ازاي؟ بعدين يبقى كام كام كام؟ برافو عليك. يبقى اللي طالع هنا نيجاتيف نص في السي ونص نص في السي. ليه بنعمل الكلام ده؟ عشان جوه ده فيه ماجنت. الماجنت ده لو فيه ديس كومبوننت هيبقى يتحرك في الممبرين. فشيله. شيل الدي سي فيبقى عندك انفرميشن كبيره بلس ماينس بلس ماينس. تسمع صوت كويس. تسمع صوت كويس. يبقى ده بنسميه ده يعني لما يطلع صوت معناه في انذار في ميه بقى في حته. على فكره ممكن جدا انك تقدر تعرف نوعية السائل اللي موجود لو عملنا هنا يعني بص لما الأرض تختلف الفريكونس تختلف. فلو أنا مثبت المسافة دي يبقى لو سائل زي المية غير سائل جاز مثلا غير زيت غير ما أعرفش إيه كان شغال فالفريكونس تختلف. فلو أمكن إن أنا أقيس التردد ده وحاجة تانية بعد شوية هنقدر نقيس الفريكونس. لو ايه تقدر تقيس الفريكونسي يبقى لما تقيس هذا الفريكونسي يبقى ده بيعبر عن السائل ده كذا. يعبر عن السائل ده كذا. يعني ممكن جدا لو قدرت تجيب الفريكونسي بدل من مجرد بدء انذار يبقى ممكن تطلع طبيعه السائل ده. يعني مجرد ان انت تحط الدائره وتقيس الفريكونسي انا بقولها ازاي؟ يبقى تقدر تقول الماده دي بتاعتك كذا او كذا. ممكن. الحاجة التانية إن السلك ده لو اتحرك سواء فوق أو تحت أو تقرب أو تبعد الأرض تختلف. الأرض تختلف وبالتالي بيطلع فريكونسيز مختلفة. فكأنك كده بتغير الدرجات. يعني أنت لو جربت الدايرة دي في البيت وقعدت تتحرك السلك ده بتسمع علامات مختلفة. يعني طول ما أنت بتعمل كده يمكنك تسمع علامات مختلفة. ليه؟ لأن الأرض بتاعتك حتى لو تنزل تحت وتطلع فوق السلك المقاومة تختلف وتطلع ترددات مختلفة ويبقى كده العزف عمال في حاله. كويس؟ يبقى ادي ابلكيشن تاني. ابلكيشن تاني هنقول بعض من كثير. ابلكيشن تاني انا اتمنى ان هنعرفكم منكم مشروع يعني بس الحاجات دي لو لقيت اتعملت هنعتمدها يعني بونص يعني حد عمل دواء جديد ويوريها للمعيدين او يوريها لي ويعتبرها بونص بس يعملها اعملها وشغلها. الفي سي في الواقع الحياة للاسف ممكن انا بتكلم عن سبلاي فولتج لكن مبدئيا حتى البطاريه 9 فولت دي اسهل حاجه. البطاريه 9 فولت الموجه بتاعها هو في سي والسبب بتاعها هو المرض بتاعها بعدين واشتغل على البريد بورد ما فيش مرض على البريد بورد يعني كنت عارفين. طيب لاين
مطور شكلها مش مهم عليه يعني الشكل العام بتاعها لما تروح تشتريها هتلاقي شكل مش عارف مدوره كده لا طرفين وعليها حاجه كده مرسومه كده زي حاجه من لون اصفر زي البلاستيك كانه سلك طبعا مرسوم كده شكلها كده زي دي اه في ايه؟ اندر اليومنيشن لما في ضوء الريزيستنس بتاعت ال ال دي ار تبقى فيري لو يعني من اوم صغيره قوي 100 اوم مثلا حاجه كده بعدين اندر دارك الار ال دي ار فيري لو very large. طيب اشتغل ازاي ده يا بص معايا شوف لما يبقى الدنيا مظلمه خليكم معايا الدنيا مظلمه يبقى المقاومه دي كبيره لما تكون المقاومه دي كبيره بتحط المقاومه معاها مش كبيره فيبقى الفولت عند النقطتين دول فولت صغير ولا كبير؟ صغير لان اتحط نفترض ان اللي فوق دي 200 كيلو فهتكون ان 200 كيلو 10 كيلو بالنسبه للجهه صغيره قوي يبقى الفولت عند النقطه 2.6 فولت صغير صغير ايه؟ اقل من تلت في سي سي اقل من تلت في سي سي فلو هو اقل من تلت في سي سي يبقى اس بقت واحد والار صفر يبقى الاوت بتاعي اليوم كام؟ 1 يبقى الليد ده ينور يبقى لو الدنيا مظلمه الليد ينور واضح؟ يبقى دلوقتي لو الدنيا مظلمه الليد هينور طيب حق لو الدنيا نور بقى الدنيا نور المقاومه دي صغيره قوي هي الكاركترستيك بتاعت المقاومه دي ايه؟ لما يجي لها ضوء بتصغر جدا في الدار مقاومتها عاليه الكاركترستيك بتاعتها كده ليه؟ هي اصلا سيمي كوندكتور اصلا سيمي كوندكتور بس الدوبنج بتاعه قليل الدوبنج بتاعه قليل قوي لما بتعرضه للضوء بتولد كاريرز كتير فالكوندكتيفيتي بتاعته بتزيد مع الضوء فمقاومته بتقل يعني دي الفكره بتاعته اصلا يعني هو الدوبنج بتاعه قليل فالكرنت الطبيعي اللي موجود فيه او المقاومه الاصليه بتاعته عاليه معايا شويه فيبقى لو حصل اضاءه تبقى المقاومه صغيره وهنا مقاومه كده يعني اصغر بكتير المفروض من ال 10 ال 10 كيلو دي ده رقم انا حاطه كده لكن عمليا لازم تظبطه على حسب ال ال دي ار اللي انت حاططها يعني تظبطه بحيث ان انت لما تحط ايدك لازم الليل ينور لما تشيل ايدك وتبقى الدنيا في النور يطفي يعني هو يبقى عكس الوضع الطبيعي بحيث ان انت تقول ايه لو انا دخلت في مكان معين والدنيا كانت مظلمه بتنور لو الدنيا منورة يبقى هو مقفل وده منطق طبيعي جدا يعني زي المفروض لمبات الشارع يعني لمبات الشارع المفروض لما الدنيا تضلم هو ينور بالعكس صحيح عندنا هنا ضلمة معكوس بس مالناش دعوة يعني هم قلبين ان دي ار مع الارض تتقلب على فكرة لما ركبت البيل دوت الدنيا تتقلب معاك على فكرة يبقى لو الدنيا منورة المقاومة دي صغيرة، الفولت بتاع المقاومة دي يقترب من في السي، لو نقطة أكتر من تلتين، المهم يبقى أكتر من تلتين، هتلاقي إن أربع هي ال1 وإس هي ال0 يطفي. يبقى إزاي فإذا ده بنسميه دارك كود، ده لو الدنيا منورة يبقى الدنيا ظلمة، لو هو مطفي يبقى الدنيا نور. أو تقدر تستخدمه كسويتش يشغل الباص أو حاجة زي كده نقطة ماشي تطبيق من ضمن التطبيقات وتطبيقات تانية كثيرة جدا على مجرد الدايرة دي طبعا مش لازم هنا في أصلية ولا أستخدم التركيبة السهلة دي ممكن أستخدم أي حاجة ما تفرقش لكن أنا بستخدم دي على أساس إن دي أسهل دايرة مقاومة واحدة المقاومة واحدة بس ف
تربع من قديم، ده قديم كثير جدا من النقاط بتاع الدائره بتاعت المسؤول. المره الجايه هنرجع للجزء الثاني.